على قدم وساق بيتواصل العمل لحظة بلحظة في العاصمة الإدارية الجديدة، واللي وعد السيد الرئيس بأن هي تمثل أو يمثل افتتاحها إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة. العاصمة بيتم إنشاء مبانيها وأحيائها وفق أعلى المعايير العالمية، ولو اتكلمنا على فكرة الإنفاق بنتكلم من حوالي 400 ل 500 مليار جنيه حتى الآن تم إنفاقهم على مشروعاتها، وتم تمويل كل ده من حصيلة بيع الأراضي بعيدا عن الموازنة العامة للدولة. العاصمة بتستعد في النص الثاني من العام الجاي لاستقبال حوالي 50,000 موظف من موظفي الدولة، فهنتكلم في كافة التفاصيل المتعلقة بالعاصمة الإدارية مع ضيفنا العزيز اللي بينضم لنا على الهواء مباشرة، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية. أهلا بك يا باشمهندس خالد وصباح الخير. أهلا بك يا هشام، ازي حضرتك؟ صباح النور يا فندم. أهلا بك يا فندم، مشرفنا ومنورنا، وفرصة كويسة قوي النهاردة إن احنا نطلع الناس على كتير من التفاصيل المتعلقة بالحلم الكبير العاصمة الإدارية. عايز مبدئيا أتكلم مع حضرتك على سير العمل في أحياء العاصمة الإدارية، وهل في أحياء أو مباني تم الانتهاء من تأسيسها بالكامل، ولا احنا لسه في مرحلة ما قبل التسليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبعا العمل بيسير حضرتك، يعني 24 ساعة الحمد لله. النهاردة العاصمة شغالة، يمكن الشركات كلها شغالة، ورديتين يدات ورديات. عندنا أحياء حاجة سكنية، يمكن أول حي سكني خلص بالكامل بالنسبة لهيئة المجتمعات اللي هو كابيتال ريزيدنس، وعندنا بعض الساكنين دلوقتي استلموا وموجودين حاليا، يعني ساكنين في هذه الوحدات. الحي بالكامل حوالي 25,000 وحدة، خلص كله برافقه، تشطيباته، الطرق، اللاند سكيب، بعض الأعمال الفاضلة بس بسيطة. هناك أحياء أخرى برضو خلصت بالكامل، وتنتهي أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق بيها. أعتقد خلال 30/6 هيبقى فيه حيين أو ثلاثة آخرين جاهزين. بالنسبة للحي الحكومي، الحي الحكومي كمباني خلصت بالكامل، وجاري فرش المباني الحكومية، وتم الانتهاء من تنسيق الموقع، وبتعمل في أعمال الطرق دلوقتي حوالين الحي الحكومي. فأعتقد يعني حجم الإنجاز اللي بيحصل النهاردة، معدلات التنفيذ بقت واصلة لمعدلات عالية جدا غير مسبوقة، يعني ما حصلتش قبل كده.